السلام عليكم خواتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معكم دائما جمال دي من دبي، احييكم. السلام عليكم، يوم سعيد على الجميع ان شاء الله. اليوم حبيت نكلمكم على ظاهره صارت شائعه هنا في الامارات وفي دبي بالذات من طرف اخواننا الجزائريين. حبيت نكلمكم على هذه الظاهره، ويعني هو كاين ناس واحد اخرين يديروا هذه الحاجه، ولكن انا كجزائري حبيت نتكلم على الجزائريين بصفه خاصه، به ما نخلطوش في الجنسيات الاخرى. فخليكم معنا ونحكوا على الظاهره هذه. شفنا مؤخرا خوتي، يعني الناس بزاف راهم يجوا للامارات من الجزائر، يعني ومرحبا بالجميع، والامارات فتحه ابوابها للجميع. بالنسبه لفرص العمل، فيه ناس راح تلاقي عمل، فيه ناس ما راحش تلاقي عمل، على حسب، كلها ارزاق والارزاق بيد الله. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، كل واحد والكفاءه تاعو، كل واحد والدبلوم تاعو، كل واحد ومستواه في اللغه الانجليزيه، وهذو كامل عوامل تساعدك انك تلاقي عمل، اضافه انك تكون عندك سيره ذاتيه معده بطريقه احترافيه الى اخره. موضوعنا مش هذا، موضوعنا هو المبيت برا، المبيت في الشوارع برا، المبيت في الحدائق، النوم في الحدائق، النوم عند المساجد. هذا ممنوع منعا باتا خاوتي، ولكن شفنا بزاف جزائريين صاروا يجوا هنا بدراهمهم، مشكله بدراهمه ورقد برا. علاش ترقد برا؟ اسكو الكليمه عجبتك؟ اوكي، بصح ترقد بيك، يعني راك مجمع في جاردن عادي، ولكن انك ترقد ويجوا الشرطه ويلاقوك راقد بالباجاج تاعك برا، هذا اللي ممنوع، ممنوع منعا باتا. قصه حكاوها لي مؤخرا، يعني تقريبا من شهر اللي فات، زوج جزائريين قاعدين بيتي في الجاردة، واحد فيهم راح يجيب حاجه من السوبر ماركت، والثاني قاعد راقد في الجاردة. جاوا الشرطه حكموهم، حكموا واحد فيهم اللي ظهرها قليل مسكين، حكموهم على الجماعه اللي كانوا راقدين في هذاك المكان، حكموهم كامل، اداوهم مركز الشرطه، داروا لهم محضر، اداوهم المكان المخصص تاع في العوير، في السجن ولا ما على باليش فاش، داوهم مفهومه، داروا لهم بصمه العين، داروا لهم بصمه، يلا مع السلامه، تسفيه. هو هذا قانون باين جماعه، قانون باين راكم تدوها من عندي، حنا كي نعرفوا ما تقولوش لا الامارات بلاد مش مليحه او كذا، لا، القانون قانون، والقانون فرق الجميع، والقانون قبل ما يسري على المقيم راه يسري على ولد البلاد. مادام قال لك ممنوع تدات برا، خلاص ممنوع. علاش انت تجي تخشن راسك وتقول لا نبات برا ما عنديش دراهم؟ نو، ما عندكش دراهم، اقعد في بلادك لايم الدراهم وحوش كي يقول المصري، وتجيب دراهمك وارواح تبات وتاكل وتشرب معزز مكرم. ولكن انك تجي في بلاد الناس وتبات برا والقانون يقول لك ممنوع تبات برا وتروح انت تبات برا، فهنا لا، هنا يمسكوك يديروا لك محضر ويصفروك يرجعوك لبلادك. هل انت مستعد انك تغامر؟ هل انت مستعد انك تحوش مثلا او تلايم دراهم تاع 40 او 50 مليون وتشري بي مش عارف بشحال، ودير البي سي ار، وتصادق على الدبلوم تاعك، وتشري التذكره، وتجي للامارات في مش عارف لمحه بصر تبات برا، يحكموك يعاودوا يرجعوك. الناس هادو اللي هذا السيد اللي حكموه ورجعوه للجزائر، هذا ما كملش حتى العشر ايام، رجعوا كاع دراهم اللي لايمهم وخسرهم في التيكت وفي الفيزا وكلش، كامل خسرهم في الهواء. علاش؟ لانه خالف القانون، قانون باين. اوكي، وقلت لهم قبل ما يسري على المقيمين او الوافدين او السياح، راح يسري هذا القانون على اولاد البلد. فالقانون راه فوق الجميع وراه باين، ممنوع انك تبات برا. فجماعة اللي راهم حابين يجوا الامارات وحابين يجوا لدبي بالذات ويحوسوا على عمل، نصيحه من عند اخوكم، جيبوا فلوسكم، القانون باين، فجيبوا فلوسكم وروحوا اجروا. ما عندك ما تقدرش تاجر في 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 يعني الايجار جاك غالي، ما كان حتى مشكل. شوف الايجار رخيص، رخيص راه تلاقي 550 حتى 600 درهم، هذا المينيموم، ولكن تكونوا 8 9 10 في الغرفه ما يهمش، المهم ما تباتش برا، لانه لو يحكموك بايت برا راح يصفروك، وكاع اللي بنيته راح يضربه في الزيرو ويقول لي ما عندك حتى حاجه، ويصفروك ما تقدرش، ما تكونش قادر انك ترجع للامارات خلاص. فما دام قررت انك تدير اول خطوه وتسافر لدبي باه تخدم،
جيب فلوسك وبات معزز مكرم في غرفة كيف كي الناس وحوس على عمل به. من بعد اكيد بدأ تخدم راح ترجع فلوسك، اكيد راح ترجع فلوسك قال اللي صرفتها، ولكن على الاقل البداية تكون صحيحة حتى توصل انك المشوار تاعك، تواصل المشوار تاعك وتلاقي عمل وتخدم وترجع ديوناتك وتبعث لداركم هذا المصروف الى اخره. فهذه كانت نصيحة برك، لاني انا هذه القصة عندما سمحتها انه انسان جابت برا وحكمه الشرطة وصفروه من اول ايامه، يعني جتني طايحة كجزائري، وغاضني السيد لانه بات برا وهو عنده دراهم علاش. فنصيحة برك حطوها في بالكم، وبالتوفيق للجميع. الامارات مختلفة على اوروبا، اوروبا تبات برا ولا تبات تحت الليبون ولا ممكن، ولكن انا راني نقول لكم باللي القانون الاماراتي يمنع اي واحد يبات برا، واي واحد يبات برا ويحكمه ممكن يصفره، كما صار مع الاخ الجزائري من تقريبا شهر او شهر ونص، يعني تقريبا شهر اكتوبر او ديسمبر، يعني صارت له الحادثة هذه. فبارك الله فيكم ونهاركم مبروك. وكما العادة خاوتي ما نوصيكمش اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد. الدعم تاعكم راه تشجيع لينا. بارك الله فيكم والسلام عليكم.